حصول تجمع الأحزاب المحافظة والأحزاب المسيحية الديمقراطية على أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي، في حين حلت أحزاب الاشتراكية الديمقراطية في المركز الثاني. الانتخابات الأوروبية سجلت نموا في عدد مقاعد أحزاب الخضر والليبراليين وكذلك التيار المناهض لأوروبا الموحدة. مصلحة الهجرة السويدية تقول إن عدد الذين تقدموا بطلبات الحصول على الجنسية السويدية منذ أوائل العام حتى شهر نيسان إبريل بلغ حوالي 30,000 طلب، وأنه تم منح أكثر من 18,500 شخص الجنسية السويدية خلال تلك الفترة. نقل شخص من سكان العاصمة ستوكهولم إلى المستشفى بعد إصابته بجروح جراء طلق ناري مساء الأحد. كان عثر على الرجل مستلقيا على مقعد في أحد شوارع ضاحية رينكيبي والدماء تسيل منه بعد إصابته برصاصة في ساقه. أحد المرشحين لخلافة تيريزا ماي في رئاسة الحكومة البريطانية وهو وزير الصحة مات هانكوك يعتبر أن إجراء انتخابات عامة في بلاده قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيضر البلاد ويكون كارثة على حزب المحافظين الحاكم. ارتفاع الأسهم الأوروبية في بداية تداولات يوم الاثنين بفعل اندماج محتمل بين شركتي رينو وفيات للسيارات، بينما يقيم المستثمرون نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي، حيث من المتوقع أن تسيطر أحزاب مؤيدة للاتحاد على ثلثي المقاعد.